السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، حفظكم الله ورعاكم. أنا الخوت هذه يعني ضيعة خاصة ديال الناس زارعين فيها العنب، فوالا الدويرة هذه كتفكرني شوية في داكشي ديال دالاس ودراس. جابو فيلم بورجوازي سميتو دالاس للناس اللي ما عندهم دراس. على العموم اخوتي نعطيكم واحد شويه الهيستوريك على هذا المكان، هذا هذه الحومه من اقدم الحومات اللي كانت، يعني هذا السيكتور هذا من اقدم السيكتورات اللي كانت فيهم الفلاحه، منطقه فلاحيه يعني في الهيستوريك، ماشي دابا يعني زمان زمان مضى. فبقات فيه بعض الاراضي فلاحيه وغادو كتنقرض، وواحد الفيديو شحال هذيك تصورته في اول وهله. انا من هنا غادي نبين لكم ندير المكبر باش يبان لكم الحقل، راه الحقل كاين كيبان من هنا. هذا غير شويه منه الخوت، هذا غير شويه من الحقل، ما هو راه كبير تبارك الله. فوالا، غير واحد الملاحظة الخوت، شوفوا القدرون كيدير، يعني نقي، ما كتحش بشي حاجة اللي هي كتوجعك في دماغك، كتمشى وانت مرتاح.
الحمد لله ما نسيناش باش نصوموا البارح واليوم، وكاين الناس اللي غيصوموا اليوم، اللي صاموا اليوم وغيصوموا غدا في هذه المناسبة ديال العواشر. وبهذه المناسبة بغيت نقول اننا حنايا في الصور ديالنا مشينا مع الريح ديال العيشورة والطعرج والقنبول، وزيد 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 على ذلك اللي ما عنده حتى علاقة مع المناسبة. بصراحة ما عرفش هذه المناسبة بهذه الطريقة منين جات، منين دخلتنا، وقضية الماء زمزم يعني كان ترشوا بالماء غادي الانسان الخدمة، وكان ديروا كان نحبسوا عليه العمل ديالو، كنرشوه كيولي راجع للدار كيولي ما غاديش العمل ديالو. انا جيت باش كنتسارى شويه، وكان جيت باش نرمي هاد البراهي ديال لاكومين، لان سجلت البنت ديالي في الريفيكتوار. فوالا في الغدا تكون في الريفيكتوار، لان انا ما كان خدام، والمدام غتكون عندها فورماسيون دونك ما غاديش نكونوا في الدار. فالرياضه الجماعه كتكلف، والحمد لله والشكر لله. هذه كنيسة ديالهم، ولكن اللي كيهمني انا هو هاد لي فلور وهاد المناظر الجميلة. علاش حنا الجامع ما يكونش ملي كتخرج تكون عنده هاد لي فاز بحال هاد الورود وسميتو؟ دائما اتساءل، والجواب راه في راسكم. نرجعوا للموضوع ديال عاشوراء الخوت. القضيه ديال الماء زمزم وكذا وكذا وكذا، يعني في اعتقادنا اننا رشينا داك الانسان بداك الماء، زعما راه زمزم كنتخيلو زمزم هو جاي مرنا. شوف ما علم الله داك الماء كيدير، وكل واحد الله يستر كاين اللي كيرشوه بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك. يعني هادشي منين جبنا حنا التقاليد وهاد سميتو ما عندها حتى علاقه مع اسم. بون حنا كبرنا في هذيك المسائل، دوزنا وقتنا لان ما كانش الاعلام، ما كان الحمد لله دابا كاين الاعلام، كاين كيفاش الانسان سميتو. انا كنقول خاص كل انسان عنده الوليدات ديالو يحاول يفقههم، يحاول يهضر مع ولياتو باش ما يكونش هو غريب في الامر. وكتلقى الناس بعقلها، والله اش نقول، الناس بعقلها غادا قالت لك ماء زمزم هو، يعني نحيي شعائر ما عندها حتى علاقه مع الشعائر الدينيه ديالنا. حنا عند بالهم يعني كيديروا واحد النهار كيحتفلوا فيه، وكي يعني راه ترخاو فيه، يعني راه خرجوا دوك المكبوتات ديالهم فيه، وبانهم صافي راه داروا شي حاجه اللي هي سميتو. ولكن كتلقى هذا الانسان هذا كاع نقولوا مثلا غلط، ما على بالوش، ما فاهمش في القضيه ديال عاشوراء على سيدنا موسى عليه السلام، لانه حرر العبيد، وكان داك النهار اللي يشق فيه البحر بإذن من الله سبحانه وتعالى. ايوا نقولوا هاد الناس هادو كاع خاطئين سميتو، فما فهموش ديك قضية عاشوراء. ولكن حتى الصلاة كيفهموها ولا ما كيفهموهاش؟ الانسان اللي كيكون كيصلي راه كيكون كيفهم شي امور، راه كيكون كيفهم، يعني راه ما كتكونش غريبة عليه هذيك المسائل. انتو الخوت يعني انسان كيصلي عطي لوليداتك سميتو، كتصلي راه خصك تفهم علاش كتصلي، راه ماشي سير غسل رجلك وتم غادي طالع نازل طالع نازل طالع نازل. لا انسان لك تيجي، الا ما كان الصلاه ديالك كتفقهك، الا ما كان الصلاه ديالك كتعطيك نتيجه ساره بانك تستقيم في الحياه ديالك فلا داعي، لان ما مقبولاش. وانا ماشي فقيه في الدين، ولكن انما داكشي اللي تعلمت الحمد لله شويه منه كنقولوا. تبارك الله عليكم على هذا المشهد الجميل، نخليكم على خير.
وكنتمنى تكون رقتكم هاد الفيديو هادي. ايوا نتمنى تكونوا ارتحيتوا وشاركتوني الحديث ديالي، راه في اجر، اجر عندك اللي تيهضر فيه والاجر عندك اللي سمعوا خداه بنيه صافيه لله سبحانه وتعالى. الله يحفظكم. غادي نرجعوا للنقطه اللي هي دائما كنقولها الى بعض الفيديوهات اللي نسيتها، وهي ما تنساوناش بالاعجاب، ما تنساوناش من التعليق ديالكم، ودائما كنقول ما كرهش يكونوا لي زابوني عند خوكم. والله يحفظكم والله يستر ليكم. وانا غادي في واحد العروبيه دابا والله ما كنسخاش بكم وصافي. يلا الخوت تبارك الله عليكم، الله يحفظكم.